السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار السودان هذا المساء من قناة الشروق، نستهلها بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أمام الأمم المتحدة أن السودان لم يكن شعبا راعيا أو داعما للإرهاب. مؤتمر البيجا ينادي بضرورة الوصول لحل حول حلايب والفشقة ويثمن الجهود المبذولة في التعايش السلمي. المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير تحدد السبت القادم موعدا نهائيا لقفل قضية الدفاع وسماع الشهود. أهلا بكم مشاهدينا. قال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إن بناء وترميم قيم التعايش السلمي الإنساني والتميز الاجتماعي، وأوضح في خطابه أمام اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، قال إن الثورة أغلقت 3 عقود من القمع والقهر والتمييز والاحتراب بين بناته وأبنائه، وكتبت فصلا مجيدا في كتاب التاريخ حروفه الأرواح ومداده التضحيات والمهج. وقال إنه ومنذ ديسمبر الماضي ظلت بناته وأبناء السودان الشعب السوداني يواجهون بشجاعة منقطعة النظير وبصدور عارية أحد أعتى أنظمة البطش والإرهاب في تاريخ العالم، عزلا من أي سلاح إلا تمسكهم بسلمية ثورتهم ووحدتهم وعزمهم على العبور إلى ضفة المستقبل. لقد جاءت ثورة الشعب السوداني العظيم لتعيد بناء وترميم قيم التعايش الإنساني والتمازج الاجتماعي في السودان، ولتقلق صفحة 3 عقود مقيتة من القمع والقهر والتمييز والاحتراب بين بناته وأبنائه، ولتكتب فصلا مجيدا في كتاب التاريخ حروفه الأرواح ومداده التضحيات والمهج. ومنذ ديسمبر العام الماضي ولأكثر من 3 شهور متواصلة ظل بنات وأبناء الشعب السوداني يواجهون بشجاعة منقطعة النظير وبصدور عارية أحد أعتى أنظمة البطش والإرهاب في تاريخ العالم، عزلا من أي سلاح إلا تمسكهم بسلمية ثورتهم وبوحدتهم وعزيمتهم على العبور إلى ضفة المستقبل. وأكد عبد الله حمدوك على التزام السودان بكافة المواثيق والعهود الدولية والدبلوماسية التي تراعي حسن الجوار واحترام المبادئ الأساسية للصداقة والتعاون بين الشعوب وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى. وقال إننا في حكومة الثورة الانتقالية نؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة والتعاون الإيجابي من أجل مصلحة الشعوب، وأن عالمنا بخيراته وثرواته وموارده يتسع لنا جميعا لنعيش فيه برخاء ورفاه وسلام. إننا في حكومة الثورة الانتقالية نؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة والتعاون الإيجابي من أجل مصلحة الشعوب، وإن عالمنا بخيراته وثرواته وموارده يتسع لنا جميعا للعيش فيه برخاء ورفاه وسلام. إلى ذلك أكد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الثورة المجيدة أتت ليطوي السودان صفحة عهد مظلم من العزلة الدولية والإقليمية التي أورثت الدولة السودانية قائمة طويلة من الجزاءات الدولية والعقوبات التي لا يزال أبرزها وجود اسم السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأضاف: اسمحوا لي هنا أن أقولها بكل قوة ووضوح، أبدا لم يكن شعب السودان راعيا أو داعما للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وسار عليه شعبنا حتى خلعه. أسمحوا لي هنا أن أقولها لكم بكل قوة ووضوح، أبداً لم يكن شعب السودان راعياً أو داعماً للإرهاب، بل كان ذلك هو النظام الذي انتفض وثار عليه شعبنا حتى خلعه. لقد ألحقت هذه العقوبات بشعب السودان صنوفاً وأنواعاً شتى من المعاناة. إننا في الحكومة الانتقالية ندعو الولايات المتحدة الأمريكية لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وعدم مواصلة معاقبة شعب السودان بجريرة نظام كان هو المتضرر الأول منه.
وصف مراقبون خطاب عبد الله حمدوك أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها 74 بالمهم والمشخص لقضايا الراهن الاقتصادي بالسودان والعبور إلى مرحلة البناء وفقا لشعارات الثورة. وقال المراقبون إن الخطاب جاء معبرا عن كافة التطلعات وما يحتاج إليه من عمل داخلي وخارجي مكثف لجعل الخطاب واقعا معاشا في القريب العاجل. وبتلك الثقة التي رسمت ملامح السودان النابعة من الثورة المجيدة، كان خطاب حمدوك في منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة خطاب وصف بأنه المرهم الشافية لعلل وأسقام السودان إذا ما ترجم إلى واقع ملموس، واقع ينتظره المواطن كثيرا للعبور من الضائقة إلى الانفراج. الخطاب ركز على واحدة من القضايا المهمة جدا والتي طالب فيها رئيس الوزراء المجتمع الدولي بتحقيقها، رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب باعتبار أن السودان استوفى الشروط المطلوبة وأن السودان ليست بدولة إرهابية وأن ما أثير وما أتهم به السودان كان من الماضي ولها يعني الاتهام كان متعلق بالحكومة الماضية. الآن كل الأسباب أزيلت، الأجواء مهيئة، ولذلك ينبغي على المجتمع الدولي أن يستجيب لنداء السودان ويستجيب لخطاب رئيس الوزراء بالتسرع في إزالة اسم السودان. إننا في حكومة الثورة الانتقالية نؤمن بأن العلاقات بين الدول ينبغي أن تبنى على أساس خدمة المصالح المشتركة. وهذا الخطاب يراه المراقبون بالدافع لعمل الكثير من الخطوات في الشأن الداخلي والخارجي لتحقيق المطالب، لا سيما على أوجه الدبلوماسية السودانية لتفعيل نشاط ثم ماذا بعد خطاب حمدوك. فبالتالي إن الآن الدبلوماسية السودانية عليها التحرك في هذين الملفين، مسألة رفع الحصار وإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وكذلك إعفاء ديون السودان الخارجية. الخطاب لم يغفل كذلك دور الشباب والنساء في ثورة ديسمبر ولهم دور، وكذلك أنه أكد اهتمام الحكومة الفترة الانتقالية بالشباب وبالمرأة والعمل على تنميتها وإزالة الفقر والالتزام بالخطاب الذي رفعته أو الشعار الذي رفعته الدورة 74 للأمم المتحدة اللي هو العمل على مكافحة الفقر وال التخلف، وكذلك انه هذا يضع على عاتق الحكومه السودانيه وعلى وزاره التنميه والرعايه الاجتماعيه دور كبير جدا في محاربه الفقر الذي استشرى في الفتره الاخيره خلال السنوات الماضيه. فبالتالي انه الخطاب مهم جدا بالنسبه على المستوى المحلي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى الدولي خاصه، وان العزم الحكومه الانتقاليه هي تحقيق السلام والوصول الى كافه الحركات المسلحه وحاملي السلاح من اجل التواضع على فتره انتقاليه يسودها السلام والتسامح والمحبة. إنها خطوة كبيرة تساهم في إعادة ترتيب أوضاع السودان في المدارج الدولية وسعيا للتنمية المستدامة ولعب دور في المحيطين الإقليمي والدولي. خطاب ينظر إليه بكثير من التفاؤل خاصة في الشق الإقليمي والدولي وفيما يعني برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتوطيد العلاقات السودانية مع كافة الدول. ناجي فاروق، الشروق، الخرطوم. أعلن عضو المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو إطلاق عملية جمع السلاح والقضاء على المتفلتين من أجل المحافظة على السلم الاجتماعي وتأمين موسم الحصاد في ولايات دارفور. وقال دقلو في تصريحات بنيالة عقب لقائه زعماء الإدارة الأهلية لإطلاعهم على مقررات مجلس السيادة وضرورة القيام بدورهم وسط قواعدهم تجاه تطبيق هذه المقررات والالتزام بها، قال إن واجب كل الفعاليات في المرحلة القادمة إسناد برامج الحكومة الانتقالية بدعم برامجها ومراقبة توزيع المواد التموينية والوقود لمنع التهريب والتلاعب به. وقال إنه أطلع زعماء الإدارة الأهلية بانطلاق حملة جمع السلاح القسري والتعامل بحسم مع كل من يحمل السلاح ويروع الآمنين. جاء
جمع السلاح عاجلا كل قبيله. الان الجمع الطوعي طبعا انتهى، ولكن احنا بنقول لعند الان اي ذول جاب بندقيته بطريقه سلسه ما في اي مشكله انها تجمع السلاح فورا. المتفلتين في حصل في التغيير الان، الناس فكت كل المتفلتين من السجون. المتفلتين مفروض طبعا ما يتفكوا، يعني مفروض هم محاكمين بقانون الطوارئ، مفروض يجددوا لهم لانه هو مجرم. بشرناهم انه التغيير ده الناس لازم تقيف معه، تقيف مع الحكومه بتاعت مجلس الوزراء الان، الحكومه التنفيذيه والحكومه المدنيه، انها تسنده، يعني تراقب 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 رغابه دقيقه جدا للمواد المدعومه من البترول للدقيق للسكر للمواد الغذائيه كلها. دعا موسى محمد احمد رئيس مؤتمر البيجا لمؤتمر جامع لحل مشكلات القبائل التي تسكن شرق السودان وكذا المشكلات التي تواجه السودان بشكل عام. واستعرض خلال حديثه في اللقاء الذي نظمه الحزب بميدان الشهداء بمدينه بورت السودان الراهنه السياسيه بالبلاد ودور الاحزاب السياسيه في التعايش السلمي. وأشار موسى إلى قوة وقدرة أطراف النزاع الذي شهدته بورت السودان بين البني عامر والحباب والنوبة في تجاوز جراحاتهم بتقديم مصلحة الوطن. واستعرض جهود مؤتمر البيجا ونضالاته، مثمنا بطولات أبناء شرق السودان في مسيرة البناء الوطني وفي حل مشكلات البلاد بالحوار، مؤكدا سعيهم ليكون اتفاق الشرق أساسا لكل الاتفاقيات القادمة مع الأطراف كافة. كما ندعو لعقد مؤتمر جامع لمواطني الشرق حفاظا لذلك التماسك الذي نعيشه الآن، وندعو الشرفاء من إبناء الشعب السوداني لدعم هذه الجهود الخير، الهم واحد والمسير مشترك. أهلي وعشيرتي وقومي النوبة والبني عامر والحباب، لقد أثبتتم بأنكم أقوياء وأشداء وكرماء، لأنكم صبرتم في امتحان وطني كبير، وكنتم نموذج يقتدي به في السمود والحلم والعثار، وأنتم ثقل تعزيز السلام الاجتماعي في السودان عامة والشرق خاصة. من ناحية ثانية، أكد موسى محمد أحمد أهمية الوصول إلى حلول فيما يخص منطقتي حلايب والفشقة، ونادى بجمع مكونات جبهة الشرق ومؤتمر البيجا في جسم واحد، كما أكد مباركتهم للخطوات الجارية في جوبا لإحلال السلام في ربوع البلاد، وأشار إلى سعيهم لوضع رؤية الحزب في حكم البلاد أمام الحكومة الانتقالية. فإننا في مؤتمر البيجا رؤية أن تكون العلاقة بدول الجوار علاقة وتعاون وتبادل المنافع والمصالح المشتركة، بل وتعديد العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية لتقوية أواصر التواصل بين شعوبنا في نماء وأمن وسلام واستقرار مستدام. لهذا لا بد من الوصول لحل ودي عادل لمنطقتي مثلث حلايب والفشق. من جانبه، ثمن والي البحر الأحمر حافظ التاج مكي تفهم الوزارة المختصة للسبب الذي دفع حكومته لسحب كتاب مادة التاريخ. هذا بالتأكيد حيث امتدح وزير التربية والتعليم محمد الأمين التوم سلوك حكومة البحر الأحمر تجاه الخلل الفني في مادة التاريخ والتربية الوطنية للصف الخامس مرحلة الأساس، والذي أثار حفيظة المكونات المجتمعية بشرق السودان. ووعد التوم بمواصلة الجهود مع الجهات الفنية المختصة لاستصدار قرار شامل في هذا الخصوص. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالوزارة والي البحر الأحمر، الذي استعرض جهود الحكومة في السيطرة على هذا الأمر وفند هموم وقضايا التعليم بشرق السودان فيما يخص تعليم الأساس. بحثنا في عدد من القضايا التعليمية، ومن أبرزها قضية هذا الكتيب الصغير مادة التاريخ والتربية الوطنية. اكتشفوا أنه فيه خطأ فني، وكان مصدر قلق عميق لسعادة اللواء حافظ وقادة الإدارة الأهلية في المنطقة. ولقد أحسن الوالي يعني صنعا حينما قرر
أن يحذف هذا الكتاب من التلاميذ ويترك فقط في أيدي المعلم ليتصرف بالصورة الصحيحة التي تعالج هذا الخطأ. حددت المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير السبت القادم موعدا نهائيا لقفل قضية الدفاع وسماع الشهود، كما رفضت المحكمة الطلبات التي تقدمت بها هيئة الدفاع بشأن إعادة تلاوة ورقة الاتهام وسماع رد المتهم عليها وتوضيح الاتهام. وقالت المحكمة إن المبلغ الذي تم ضبطه كمعروضات تبلغ قيمته حوالي 7 ملايين يورو. هذا واستمعت المحكمة في جلسة اليوم إلى 3 من الشهود الذين ينتمون لمؤسسات إعلامية وصحية ومالية لتقديم إفاداتهم بشأن صلة تلك المؤسسات بالقضية محل الاتهام. وقال رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع أحمد إبراهيم الطاهر إن التهم التي يحاكم بها الرئيس السابق تنحصر في مخالفة قانوني الثراء الحرامي والمشبوه وتنظيم النقد الأجنبي، وأكد على تقديمهم عددا من الشهود خلال الجلسة القادمة. هيئة الدفاع قدمت عدد من الشهود متنوعة لتثبت بها قضية الدفاع، بلغ عدد الشهود حتى الآن 13 شاهدا، أغلبهم يمثلون لجهات حكومية وعامة استلمت مبالغ من رئاسة الجمهورية أو من رئيس الجمهورية من المبلغ الذي قرر رئيس الجمهورية بأنه استلمه من الأمير محمد بن سلمان. هذا المبلغ الذي تم استلامه يزيد عن 14 مليون يورو بالإضافة إلى 7 مليون يورو التي وجدت في مكتب الرئيس عند مغادرته لكوبر أو لسجن كوبر. جملة هذا المبلغ تقريبا هي تساوي 25 مليون دولار التي ذكرها الأخ الرئيس والتي استلمها من مبعوث الأمير محمد بن سلمان. قال معتمد الخرطوم صبري بشرى إن النظافة والسياحة وجهان لعملة واحدة، وأشار في إطار الاحتفال باليوم العالمي للسياحة إلى أن الفعالية تأتي ضمن احتفالات الولاية باليوم العالمي للسياحة والذي انطلقت فعالياته في 26 من الشهر الجاري، مؤكدا بأن النظافة من أهم مطلوبات العمل السياحي بالبلاد وهي أساس نجاح العمل، مشيرا إلى أهمية النظافة وتطوير شارع النيل بالخرطوم باعتباره واجهة مهمة للعمل السياحي بالبلاد. حملة نظافة كاملة في شارع 60 والشارع أو الشارع أمام برج الاتصالات يستمر لحد الساعة 1، وبتشترك فيه الأيادي العاملة هم العاملين بالوكالات السفر بصفة عامة، وهم يعني بيقدموا دورهم وصوتهم لهذا اليوم العالمي، ثم ينتقل أو يمتد الاحتفال غدا الأحد بمحاضرة عن بعنوان السياحة والتوظيف. يا جماعة السياحة إذا استغلت استغلال طيب بتتيح فرص للعمل. مشاهدينا في ختام نشرتنا نذكر بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد أمام الأمم المتحدة بأن السودان لم يكن شعبا راعيا أو داعما للإرهاب. مؤتمر البيجا ينادي بضرورة الوصول لحل حول حلايب والفشقة ويثمن الجهود المبذولة في التعايش السلمي. المحكمة الخاصة بمحاكمة الرئيس المخلوع عمر البشير تحدد السبت القادم موعدا نهائيا لقفل قضية الدفاع وسماع الشهود. نهاية نشرتنا الإخبارية الرئيسة قدمناها من قناة الشروق السودان هذا المساء. مشاهدينا، للمزيد من الأخبار والمعلومات بإمكانكم زيارة موقع شروق.net. دمتم في أمان الله.